بي اتش بي. تعتبر لغة بي اتش بي من أسهل لغات البرمجة تعلما، فهي تريحك من جميع تعقيدات إدارة الذاكرة وتعقيدات معالجة النصوص الموجودة في سي من جهة، والكثير من الضعف الموجود في بنية وتصميم لغة البرمجة بيرل من جهة أخرى. تمتلك لغة بي اتش بي بنية وقواعد ثابتة وواضحة جدا. معظم قواعد اللغة مأخوذة من كل من سي وجافا وبيرل لصنع لغة برمجة عالية السهولة والسلاسة دون فقدان أي شيء من قوة اللغة. يفيدك ذلك إذا كنت تعلم أي شيء عن لغات البرمجة الأخرى مثل Visual Basic أو C أو جافا، حيث ستجد دائما أنك تفهم مواد الدورة بسرعة، وستكتشف كيف ستقوم PHP بتسهيل أصعب الأمور التي تواجه المبرمج حتى تفرغ تماما للإبداع فقط. كل ما تفكر به تستطيع تنفيذه بلغة PHP. ما تقدمه هذه الدورة؟ تبدأ هذه الدورة من المفاهيم الأساسية للبرمجة وصولا إلى معرفة ممتازة بلغة البرمجة PHP. وفي حال لديك خبرة بلغات برمجة أخرى فإنك ستنطلق سريعا مع PHP، لكن ذلك ليس ضروريا. ما ينبغي عليك معرفته قبل البدء بهذه الدورة هو فهم لا بأس به بشبكة الويب العالمية، بالإضافة إلى معرفة بسيطة بلغة البرمجة HTML. PHP مصممة لتدمج مع قواعد البيانات، وسنقوم في هذه الدورة بتغطية هذا الموضوع أيضاً.